القصف الهمجي من قبل قوات وكتائب الأسد الكافرة على مدينة حريتان استهدفت المساجد، حتى المساجد لن تسلم من بطشهم. الله أكبر الله أكبر. 11/6/2012 مدينة حريتان، القصف الهمجي لقوات وكتائب الأسد على المدينة، المساجد لم تسلم من أيديهم، حتى المساجد. الله أكبر الله أكبر. ها هم الكفرة. هذا جامع أبو بكر الصديق يتعرض للقصف، يحاربون الدين يحاربون الإسلام، ها هم الكفرة. الله أكبر الله أكبر.